بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب؟ يا رب تكونوا ان شاء الله بخير. طبعا هنبدأ اول محاضرة لينا مسجلة. طبعا ربنا يخرجنا يا رب ان شاء الله من الأزمة اللي احنا فيها والمحنة اللي احنا فيها من وباء كورونا، ونلتقي ان شاء الله في القريب العاجل بإذن الله تعالى في مكاننا، في جامعتنا، في محاضرتنا على خير ان شاء الله. قبل ما نبدأ اي كلام، ندعي مع بعض كده اقتداء برسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا إن شاء الله يخرجنا من المحنة دي على خير، يشفي كل مريض ربنا ابتلاه بالمرض ده، ويبعد الشر والمرض عن كل أمتنا يا رب. بإذن الله نخرج من الموضوع بتاع وباء كورونا على خير، وربنا يشفي مرضانا جميعا يا رب من كل الأمراض. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بموضوعنا الترم ده، هو design of our sea slabs. طبعا انا هتوجه معاكم لشرح محاضرات المسجلة، ايا كان بقى هتبقى محاضرة او محاضرتين او ثلاثة حسب ما نشوف الموضوع اللي احنا فيه في عمل محاضرات مسجلة هيستمر لمدة قد ايه. احنا منهجنا كان بيتكلم عن الـ RC slabs، هي البلاطات الخرسانية المسلحة وتصميمها وكيفية تصميمها. احنا كنا اتفقنا في بداية محاضرتنا في الكتاب بتاعنا اللي احنا بنشتغل من خلاله الترم ده، هو عبارة عن 6 شباتر، 1 2 3 4 5 6، وده الابندكس وده الريفرنس. ده الكتاب كله طبعا زي ما انا كنت قايل لحضراتكم ان الكتاب كله انا معمول على الاوتوكاد، احنا بناء عليه هنشرح من خلال ده. طبعا في بعض الاساتذه هيتوجهوا للشرح على مجموعه باوربوينتس او بي دي اف، ولكن انا شايف انه افضل حاجه ان انا اشتغل من خلال الورق اللي معمول اصلا اوريدي في الكتاب، اللي هو اصلا مع حضراتكم كاننا في المحاضره مع بعض، ولكن احنا هنا بنتواصل من خلال تسجيل هذا الفيديو. طبعا شابتر 1 انواع البلاطات اتكلمنا عنه، واتكلمنا عن شابتر بتاع السوليد سلاب، واتكلمنا فيه كشرح تفصيلي بالامثله، والمهندس ايهاب طبق معاكم على السوليد سلاب. الهولو بلوك سلاب اتكلمنا عنه تفصيليا، ولكن سيبنا جزء كده للشرح مع المثال، وبرده السكشن مع المهندس ايهاب طبق معاكم على امثله الهولو بلوك سلاب. هنبدا اول حاجه ان احنا نستذكر مع بعض كده الهول بلوك سلاب. ما هو الهول بلوك سلاب؟ هي بلاطات طبعا خرسانيه غير مصمطه، هي مفرغه بمجموعه من البلوكات، ويمكن اتكلمنا مع بعض عن الموضوع ده تفصيليا. لو بصينا سريعا عن الكروس سيكشن اللي موجود، اللي هو صفحه 48 كروس سيكشن ده للبلاطه، هنجد ان دي الكامره الخارجيه، وده جزء اسمه السوليد بارت اتكلمنا عنه سريعا، ما اتكلمناش فيه تفصيليا، وقلنا ان البلاطه بتتفرغ عن طريق مجموعه من البلوكات، بيكون ما بينها مجموعه من الاعصاب، ويبقى عندي علويا بلاطه بنسميها السوليد سلاب. السوليد سلاب مهمتها الرئيسيه هي مقاومه احمال الضغط الناتجه من الديفورميشن اللي بيحصل على البلاطه، واما الاعصاب الحديد السفلي بتاعها هو المسؤول عن مقاومه اجهادات الشد الناتجه عن الديفليكشن او الديفورميشن اللي بيحصل على البلاطه. البلوكات ما والا مهمتها انها بتسد الفراغ اللي موجود، او بنستبدل الخرسانه ببلوكات اسمنتيه مفرغه، وزنها طبعا اقل من بلوكات الخرسانيه، فبالتالي كده بنقدر ان احنا نخفف من وزن البلاطه، وفي نفس الوقت زي ما قلنا في المحاضره ان احنا بنقدر نستخدمها كشده خشبيه لمجموعه الاعصاب المتواجده عندنا. كنا اتفقنا مع بعض ان احنا عندنا نوعين من انواع البلاطات، عندنا وان واي هولو بلوك سلاب، ده لا يعتمد، سواء الوان واي هولو بلوك سلاب او التو واي هولو بلوك سلاب، لا يعتمد بالضروره على اذا كان البلاطه اللي عندنا ال على ال شورت اكبر من 2 او اقل من 2 زي السوليد سلاب، ولكن البلاطه الوان واي هولو بلوك سلاب اللي هي الاعصاب فيها بتسير في اتجاه واحد زي ما حضراتكم شايفين اهو، ده عصب وطبيعي بيبقى في اتجاه ال شورت زي ما حضراتكم شايفين كده في الرسم، ويمكن انا واخد الجزء ده مكبره بره اهو، العصب ده اللي هو الريب، ودي البلوكات، وده الكروس ريب. طبعا احنا كنا قلنا الكروس ريب اللي هو العصب العرض ده بيتعمل عشان يقلل الديفورميشن اللي على البلاطه اللي عندنا. طبعا بيعتمد ان البلاطه دي وان واي هولو بلوك سلاب على اساس ان يكون ال شورت تكون ان بتوين 5 متر الى 7 متر،
اما البلاطه التو واي هولو بلوك سلاب تعتمد على ان ال ال شورت بقت بيجر زين 7 متر، وان يكون ال ال على ال شورت اقل من 4 على 3، يعني على اساس ان احنا عايزين على قد ما نقدر ان البلاطه التو واي هولو بلوك سلاب دي تكون مربعه قدر الامكان عشان اقدر استغل الاعصاب اللي ماشيه في الاتجاهين استغلال كامل. لو انا خليت ان البلاطه دي طولها كبير جدا ريلاتيف للعرض بتاعها، فانا كده بخلي ان الاعصاب اللي في الاتجاه القصير هي اللي شايله اغلب الحمل. كل ما خليت ان ال شورت قريبه من ال فرنج اقل من 4 على 3 قسمه ال على ال شورت، انا كده بستغل الاعصاب استغلال امثل. بالنسبه للتسليح الرئيسي للبلاطات الوان واي هولو بلوك سلاب، هو تسليح واحد بس للاعصاب بيبقى في الاتجاه القصير، بيكون سيخين لكل عصب، ده المين ستيل. وبالنسبه للبلاطات التو واي بيكون عندنا حديد تسليح رئيسي في الاتجاه القصير وحديد تسليح رئيسي برضو في الاتجاه الكبير، وكل عصب بيحتوي على او بيمتلك سيخين فقط من التسليح. السيخين دول يا جماعه زي ما هو موضح كده بالنسبه لنا في صفحه 54، السيخين دول يا اما بيبقوا سيخين 12 مللي باريا ستيل 226 ملم مربع، يا اما سيخ 12 وسيخ 16، يا 2 16، يا 1 16 1 18، يا 2 18. ما اظنش ان هتلاقي عندك هولو بلوك سلاب الحديد اللي فيها يكون عايز اكتر من سيخين 18 مللي في العصب. احنا بنتكلم طبعا على منشات السكنيه. ده بالنسبه للتعريف او المراجعه السريعه للبلاطات الوان واي هولو بلوك سلاب والتو واي هولو بلوك سلاب. بالنسبه للتفاصيل، احنا اتكلمنا عن اسماء الحاجات دي: البروجكت بيم، الكاميرا الساقطه، السوليد بورد، الاعصاب، البلوكات، السوليد سلاب العلويه. لو مسكنا حاجه حاجه بالنسبه للدايمنشنز، بالنسبه للسوليد سلاب العلويه بتكون فرنج 5 7 سم، بالنسبه للسوليد بورد بيكون فروم سنتر لاين 30 سم مينيمم، بالنسبه لعرض العصب ده بيكون 10 سم غالبا، هو ممكن يكون اكتر من كده ولكن احنا في مصر بنشتغل على 10 سم. ده بالنسبة لعرض العصب العرضي اللي هو بيكون 10 سنتي، وممكن يكون اكتر من كده بس انا بنشتغل على 10 سنتي. بالنسبة لسمك البلاطة، سمك البلاطة ده اللي هو الاتش اللي هو بيساوي ارتفاع البلوك مضاف اليه سمك البلاطة العلوية. طب احنا سمك البلاطة العلوية اللي هو السور سلاب احنا عرفناه من 5 ل 7 سنتي. طب بالنسبة لارتفاع البلوك، ارتفاع البلوك بالنسبة لي زي ما حضراتكم شايفين بيكون يا اما 150 مللي يا 200 مللي يا 250 مللي، يعني حسب نوع البلوك. الاكثرهم استخدام اللي هو ارتفاعه 200 مللي، ولكن ابعاد البلوك ستاندرد في مصر او ابعاد ثابته بتكون 200 مللي في 400 مللي. طبعا ده طول 400 مللي وعرض 200 مللي بارتفاع يا 150 يا 200 يا 250. انا برضو في الامتحان هدي لك نوع البلوك المستخدم، ولو انا ما قلتلكش نوع البلوك المستخدم حضرتك بتاخده ارتفاعه 200 مللي. ده بالنسبه للتعريف بالدايمنشنز اللي عندنا. للتسهيل احنا يا جماعه في معادله الاحمال كنا بناخد في السوليد سلاب الديد لود مكون من وزن البلاطه والفلور كفر. هنا الديد لود مكون من كام حاجه؟ من اربع حاجات، هي الاعصاب، بلوكات، سوليد سلاب، فلور كفر. فاحنا الكود المصري عمل لنا حاجه تسهل لنا المهمه، الا وهي ان هو جمع لك وزن الاحمال الميته اللي هي مجموعه في الاعصاب والبلوكات والسوليد سلاب، الثلاثه دول على بعض سماهم السيلف ويت. يبقى برضو عندنا في الهولو بلوك سلاب وزنين زي السوليد سلاب. السوليد سلاب كان سمك البلاطه اللي هي تي اس جاما كونكريت، ده مجموع اوزان البلاطه مفيش غير كده. هنا السيلف ويت ثلاث حاجات: اعصاب، بلوكات، سوليد سلاب، وجمعهم كلهم في جدول. الجدول ده حسب حضرتك مستخدم انهي بلوك. والله لو مستخدم بلوك 400 في 200 في 150 اللي ارتفاعه 150 بلاطتك ايه؟ وان واي، خد السيلف ويت 3.03 كيلو نيوتن على المتر مربع. طبعا يا جماعه انا بعتذر ان انا سريع شويه في الشرح عشان انا عايز وقت الفيديو يبقى قليل عشان حضراتكم يتحمل بسهوله بالنسبه لحضراتكم. لو البلوك بتاعك 400 في 200 في بارتفاع 200 والبلاطه تو واي، يبقى انت هتاخد السيلف ويت 3.8 كيلو نيوتن على متر مربع. طبعا ده كله سيلف ويت هيتضاف لي الفلورنج. ده بالنسبه للاحمال. بالنسبه للتسليح زي ما حضراتكم شايفين دي بلاطه وان واي، يمكن الكلام ده اتكلمنا فيه في اخر محاضره. ده بلاطه وان واي، ده تسليحها الرئيسي، ودي التوب مش اللي عندنا. دي بلاطه تو واي طبعا بنرص بلوكين بلوكين عشان نسمح ان احنا يبقى عندنا فراغات للاعصاب، ان يبقى عندنا اعصاب في الاتجاهين. وده التسليح الرئيسي الاتجاه القصير، وده التسليح برده الرئيسي في الاتجاه الطويل، وده التوب مش اللي هو بيبقى 5 فاي 8
في الاتجاهين بدون تصميم. يفضل يا جماعه ان احنا يبقى عندنا على الاقل قطاعين في الاتجاهين، يعني لو في براد تو واي هتعمل لي قطاع في الاتجاه ده الطويل الراسي، قطاع الاتجاه الافقي، قطاع الاتجاه الراسي يبين تسليح الاعصاب اللي هي الطويله، والاتجاه القطاع في الاتجاه الافقي هيبين لي تسليح الاعصاب اللي في الاتجاه القصير. هيبقى نفس القطاعين مع اختلاف قيمه 2 فاي كام. يعني بالنسبه للبلاطه الوان واي هيبقى في تسليح قطاع اللي هو زي ايه ده، على الاقل يعني القطاعين دول يبين لي تسليح الاعصاب، وقطاع سي سي يبين لي تسليح الكروس ريب. وكنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع ان جميع الاعصاب العاديه سواء في الوان واي او التو واي بيبقى كانتها كان اوبن ستيرب كان شنب، المهمتها انها بس بترفع حديد تسليح الاعصاب مش شايله اي شير. اما كان كروس ريب فبيبقى ليها كان كلوزد وليها تسليح سفلي نفس تسليح الاعصاب اللي هي فيها البلاطه، والتسليح العلوي بيكون 2 فاي 10 مينيمم، وبيبقى كان كلوزد على اعتبار ان الكروس ريب ده بيشتغل كما لو كان كاميرا صغيره كده، بتقلل الديفورميشن اللي موجوده عندي على البلاطه. في حاله طبعا احنا بنستخدم 1 كروس ريب في طول ما البلاطه من 5 ل 7 ال شورت بتاعها. امتى استخدم 3 كروس ريب؟ حاجه من الاثنين، لو اللايف لوب بتاعتي تعدت ال 300 كيلو جرام على المتر مربع او 3 كيلو نيوتن على المتر مربع، او ان ال شورت بتاعتي قيمتها 7 متر. ده التو كونديشنز اللي من خلالهم اقدر استخدم 3 كروس ريب. تمام، ده بالنسبه لكلامنا او ريفيجن سريع عن الهولو بلوك سلاب. بالنسبه طبعا انا كنت هنا عرفتكم موضوع ان المتر مربع في البلاطه الوان واي هولو بلوك سلاب بيتكون من 10 بلوكات وعصبين في المتر الطولي او المتر المربع، و البلاطه الطوي هولو بلوك سلاب المتر المربع فيها بيتكون من 4 اعصاب في المتر المربع و8 بلوكات وعصبين في المتر الطولي. فاحنا حتى اتفقنا قلنا ان الاريا ستيل لما هنجيبها هنمشي بنفس خطوات السوليد سلاب، وفي النهايه بدل ما انا بطلع الاريا ستيل بطلعها الاول على البرميتر ران. الاريا ستيل مثلا بتساوي 450 ملم مربع برميتر ران في الهولو بلوك سلاب، سواء البلاطه اللي عندك 1 واي او 2 واي بنقسم الاريا ستيل دي على 2 على اعتبار نطلع حديد العصب الواحد. يعني عايزين نتفق ان المتر الطولي فيه عصبين سواء كانت البلاطه نوعها 1 واي او كانت البلاطه نوعها 2 واي. طبعا احنا ال 1 واي عارفين ان الاحمال كلها في الشريحه بتمشي كامله في الاتجاه القصير، اما في ال 2 واي عندي نسبه من الاحمال في الاتجاه القصير وهي نسبه الفا، ونسبه من الاحمال في الاتجاه الطويل وهي نسبه بيتا. بيتم طبعا الحصول على قيمه الفا وبيتا من صفحه 166 في الابندكس في التيبل رقم 2 اللي هو ماركوس، طبقا لقيمه الار اللي هي ديجري اوف ريكتانجولاريتي اللي هي قيمه ال على ال شورت، نقدر نحصل من خلالها على قيمه الالفا والبيتا. طبعا هنا بنذكر حضراتكم ان في الديد لود بنبدا ان احنا نجمع الفلورنج على السيلف ويت، والسيلف ويت ده مكون من السوليد مجموع اوزان السوليد سلاب الهولو بلوك البلوكات الاعصاب، والثلاثه دول على بعض بيجوا من الجدول اللي موجودين اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه مع بعض اللي هو في صفحه 49 عفوا اللي هو موجود في صفحه 49 طبقا لنوع البلوك المستخدم في الاول. تاني حاجه طبقا ليه هل اذا كانت البلاطه 1 واي او دي بلاطه 2 واي. طبعا اللايف لود انا هديهولك كده كده جيفن، وده جدول عندك في الكتاب من تيبل 4-1 في الكود المصري بيبين قيمه الحمل الحي طبقا لنوع المنشا اللي عندك. يعني لو مثلا مصمم مبنى سكني غرفه سكنيه قيمه الحمل الحي 200 كيلو جرام على متر مربع اللي هو 2 كيلو نيوتن على المتر مربع، وهكذا حسب نوع المنشا المستخدم عندك. كان ده ريفيجن بالنسبه لنا سريع على اللي قلناه في الهولو بلوك سلاب، وحتى اللي احنا كنا وقفنا عنده وما كملناهوش في البلاطات الخرسانيه المفرغه اللي هو الهولو بلوك سلاب. هو حاجتين، هو كيفيه تصميم السوليد بارت او ان انا ازاي السوليد بارت ده قيمته ممكن تتغير عن 300 عن 30 سم او 300 مللي من سنتر لاين البلاط الكاميرا، وحاجه ثانيه الا وهي قيمه الارنجمنت اوف بلوكس اللي هي قيمه عدد البلوكات بتترص بقيمه قد ايه. وده طبعا قلنا هنوضحه في المثال، وده كان الفيديو رقم 1 بالنسبه لنا، هي مراجعه سريعه على اللي احنا قلناه في الهولو بلوك سلاب. ان شاء الله الفيديو القادم هنتكلم عن مثال في تصميم البلاطات
الخرسانية المفرغة، ونشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.